Alors, barakallahu fikoum pour cette invitation ici au consulat. On remercie monsieur le consul ainsi que monsieur l'ambassadeur. Nous sommes ici, j'ai été invitée par la présidente de Ensemble pour nos orphelins, qui c'est Nazbel, qui s'occupe des enfants orphelins de la région orientale du Maroc, plus précisément de la région, Inch'Allah, encore plus une autre évolution, Inch'Allah. Et nous sommes très très ravis d'être là et nous espérons aussi encore venir prochainement à d'autres réunions, Inch'Allah. Barakallahu fikoum, merci pour... Je tiens juste à rappeler une petite... Je profite de ce micro, de ce passage pour vous inviter, Inch'Allah, donc pour la gente féminine, bon pour les dames. Le 11 février, nous organisons un événement caritatif à la salle Saphir à Evere. Donc à partir de 13h, le 11 février, Inch'Allah, c'est un dimanche. Le lendemain, c'est férié, c'est les vacances ici en Belgique. Donc, marhaba bikoum, n'hésitez pas à venir et à participer avec nous pour cet événement, Inch'Allah, qui aura lieu le 11 février en faveur de nos orphelins de la région orientale du Maroc. Yani, طلعنا اللقاء ديالنا مع السيد السفير. يعني كان في الحقيقة إيجابي. وكنا تكلمنا له على انا شخصيا كنت تكلمت له على الرسائل اللي كان صفتوها يعني وما كنلقاوش جواب من الجهات لا من المغرب ولا من السفاره وهذا هو الاشكال ولو ان عندنا مشاكل اخرى ولكن نتمنى ان شاء الله حلول يعني يكون يعني تكون الامور ايجابيه شويه يعني منين صفت واحد الرساله خصنا نجاوبوا عليها غير باش نعرفوا والا ما تجاوبناش كنخرجوا ومنين تخرج كيقول لك لا علاش ما كسبتش ولكن منين تكتبوا ما تلقاش جواب المشكل كيبقى بسم الله الرحمن الرحيم العبود محمد مستشار في بلدة مولمبيك ورجل أعمال يعني هذا اللقاء كان يعني مفيد جدا مع حضور سفير صاحب الجلالة ومع القناصي العام جميع الجمعيات كان يعني واحد تكلم على واحد النقطة يعني مهمة اللي كتهم جميع الجالية جميع المغاربة العالم ولهذا طرقنا بزاف ديال القضايا ولهذا كنتمنوا ان شاء الله الاسبوع الجاي ان شاء الله بحضور وزير الجاليه وغنطرحوا عليه جميع الاسئله وهذا السؤال ان في هذه المده الاخيره هناك انزالات في المساجد ديال المغاربه تقريبا كل اسبوع كاين واحد المراقبه شديده على المساجد فكيجيو واحد المجموعه ديال الناس فيهم بوليس فيهم الناس ديال وزاره الشغل وكيطالبوا جميع الوثائق ديال المؤسسات المساجد فحنا لسنا وقلناها الوزير الداخليه اتصلنا به وقلنا له حنا لسنا ضد انكم تطالبون بالاوراق ولكن يجب احترام المكان لان هذا مكان العباده فكنعطيهم الوثائق كلها وقلنا له وعدنا وزير الداخليه مسيو يامبون وعدنا بانها هاد لي كونترول غادا دار في واحد بواحد الطريقه تحترم فيها بيوت الله تحترم فيها المساجد الا انه مع الاسف على الرغم من الوعد اللي وعدنا لاحظنا بان مازال بعض المساجد كيمشيو يدخلوا ويجيو البوليس وكيجيو 15 16 واحد كيحبسوا الحومه كلها وكيبقاو يكونتروليو الناس وكيطالبوا مسائل اللي خارج القانون حتى انه ملي اتصلنا بوجيه كانوا كيجيو للمدارس اللغه العربيه اللي تابعه للمساجد وكيطالبوهم باش يعطوهم اللوائح ديال الاطفال وهذه ممنوع من عند تام حنا قلناها للوزير وقال لنا انا غادي نعطي الاوامر باش ما يبقوش يطالبوا ففعلا هذه القضيه استجبت لها هذيك اللجنه اللي كتجي ما بقوش كيطالبوا ولكن كيجيو في واحد الوقت بحال مثلا مشاو لواحد المسجد في صلاه الجمعه ودخلوا من الباب ديال النساء فنادوا الشباب كانوا غادي يتوقعوا واحد الفتنه كبيره الحمد لله اللي الناس اللي كبار مشاو عندوك الشباب وحاولوا ما يمكن يعقلوهم وقالوا لهم الله يهديكم خليوا الصلاه تدوز بسلام وفعلا دوك الشباب استجبوا لهم ومشات الامور بخير وعلى خير لولا هذيك راه كنا غادي نصدقوا في شي مصيبه لا قدر الله فلهذا حنا كنطالبوا من السلطات باش انها تفهم حنا لسنا ضد الوثائق ولا شيء كل شيء الحمد لله موجود كما كنقول لهم ولكن يدار بطريقه معقوله وبطريقه انسانيه ميرسي بور لانفيتاسيون دو سو سوار دونك نو سوم لايزبيل هوب فور ايفر هوب فور ايفر هي الاسوسياسيون كي فيا اون ايد او ريفيجي او سانز ابري
aux SDF et donc aussi les gens qui se trouvent sans papier ici dans notre pays. Et on en a beaucoup aussi, malheureusement, des Marocains qui sont ici depuis des dizaines d'années, des vingtaines d'années. Et alors nous sommes venus ici chez notre consul pour lui demander est-ce qu'il y a une aide éventuellement pour pouvoir aider ces gens-là d'être régularisés ou ne plus qu'avoir au moins un laissez-passer pour aller rendre visite au moins une fois par an à leur famille qui s'y trouve au Maroc. أولاً كنشكر السيد السفير والسيد القنصل على هذه المبادرة الطيبة وهذا لقاء تواصلي للتعارف والتواصل وبتقديم جميع الملفات والقضايا اللي كتهم الجالية المغربية المقيمة ببلجيكا وباسم أعضاء الجالية باسم الجمعية الجالية بلجو ماروكان للحق والعدالة ببروكسل كان عندنا مناسبة أننا نطرحوا جميع الاقتراحات لجميع المسؤولين المغاربة من خلال الحاضرين وكانت هذه المناسبة على شكل حوار وطرحنا جميع الاقتراحات وكنتمنوا أنها تكون نتائج إيجابية لجميع الجمعيات اللي كانت موجودة اليوم ويكون شراكة ما بين الجهات الإدارية والقانونية ويكون لقاءات تواصلية مع أفراد الجالية المغربية المقيمة ببلاد المهجر للتقارب وللحفاظ على الحس الوطني والاهتمام بهم وبانشغالاتهم إن شاء الله ويكون مبادرات شبابية واللي تصب في الخير إن شاء الله للجميع وكنشكر القناة إمي غوفانت كتخلي ديما حاضرة معنا في أي مبادرة وكنشكركم على وجودكم هنا في هذه القنصلية وشكرا اليوم فرحانين بزاف بالسفارة والقنصلية تمشي حاجة الجمعيات لأن كيطلقوا علينا واحد الدعاية كبيرة كيقول لك جمعية وهمية كاين شي عصابات هنا في بلجيكا وفي المغرب كيخدموا جميع وكيبغيو يتهمونا بالجرايد الصباح الجمعيه الوهميه خصنا نشوفوا الجمعيه الوهميه فين هما نورمالمون يجيو يورونا حنا نحاربهم حنا جمعيه بلي ستاتيو ديالنا بكل شيء ديالنا هذا الشيء ما عندي ما نقول المناسبه ديال هذا الجمع المطلوب من السفير صاحب الجلاله في القنصليه المغربيه يعني ما يعني انا بالنسبه لي انا كنقول بانه يعني مبادره بحال المبادرات اللي فاتوا من قبل لان ما ماشي اول مره ولكن النتائج كتبقى دائما هي احنا الجاليه المغربيه الان يعني صبحت يعني فريسه لبعض الاشخاص في المغرب كاين ملفات يعني ديال النصب والاحتيال وكاين ملفات عاود ديال العقار اللي هي شائكه ما لقينا لهاش حلول في المغرب وحنا يعني درنا جميع المجهودات ديالنا وجينا في واحد الوقت اللي كانت يعني الجو والمناخ صعب جدا وطفرناها في راسنا وفي ولادنا باش نديروا شي حاجه نستثمروا في البلاد ديالنا كنعاونوا يعني من هذا الاستثمار كنعاونوا بالدرجه الاولى الاقتصاد ديال البلاد ديالنا وحنا عاوتاني نستافدوا من الجهه ديالنا ولكن في الاخر ملي الانسان كيوقف على حقه كيلقى راسه يعني منصوب عليه وكاين مشاكل اداريه كبيره ولا حتى في العداله ما لقيناش الحلول زعما بكل صراحه حنا كنشوفوا بان ما فعلا المغرب تغير بعض المسائل ولكن المسائل اللي هي حساسه ومهمه كنشوفوا بان ما عاد كاين العراقيل